عذره خلي يصوف كلش خلي يوصل ويصوف. ما شاء الله اللهم صل على محمد. ان شاء الله مو مشغله بدو هاي تويتر بدو هاي تشي. خلي الصف خلي الصف السلام عليكم أعزائي المشاهدين الكرام. اليوم طالعين سفرة للجزيرة وراح نبقى بها فترة يعني ما معلومة 3 أيام 4 أيام نخيم هنا وعلى مود القطة. وإن شاء الله الفيديو يكون ينيل إعجابكم. بس بجيتنا صيدنا هم صيدنا طيور وراح يوثقها لكم الأستاذ نوفل إن شاء الله بالفيديو وتشوفوها. وبعد إحنا شنو نوصيكم لا تنسونا باللايك والاشتراك. راح نبقى هنا 3 أيام 4 وان شاء الله الفيديو ينيل اعجابكم. قلهم خي يجربون لايك بخشمهم. هسه هذا مثل هذا شوف الفيديو طلع. اي اصبعك خاف اصبعك ما بيك حسوا اصبعك هيك خافين نتل خافين نتل اصبعك ايش اسوي لك بخشمك. اها هاي دست هنا لايكات وهنا على الجرس شوف صار هسه عندك لايك واشتراك لايك واشتراك اللي احسن له هيجي تطلع الجزء تعليقات والسلام عليكم. حياكم والله اخوي والله شلونك عزيزي شنو هاي شو مسوي اليوم؟ وهاي ترتيباتنا كلها جايبينها هاي مساوي قنينه ان شاء الله التخييم راح يكون فتره طويله. جيت شاد علي شاد علي خلي شو مسوي؟ عندنا القصه خابت للجزيره ايش بينا؟ يلا يلا احنا هنا بالبر وبالهور ما نعتمد على شواي اذا بعد ويانا مجرد بس شق السمكه هاي بعدها اي والله ظهرها علقها يا مو بعلي لا شواي بعد اليوم بعد؟ والله اكو واحد بالتعليقات شفت ايش كاتب؟ ايش كاتب؟ كاتب تقلد نوفل ايه؟ من صحك لابو عباس ابو عباس ما يقول يبا اي شلون انا اقول ابو علي؟ هو ايه؟ عبار هنا بالصيد ايه؟ اكو بعد بابا وابوي ومن هاي السوالف احنا اصدقاء هنا بعد والله العظيم بعد هنا من نطلع احنا كلنا احنا اصدقاء بالبيت قل ابوي قل بابا اي قل له يا ابوي قل له علك انتهى الامر هسه المزقوف الصحيح فعلا والله العظيم شوف هذا البطل شوف هذا البطل يلا هذا انت ما ينطقطق كبير هل تساقم زيارة؟ هذا صاحبي لا جمار شو اسمه اللقب الأفضل؟ تفاح جبور أعزائي المتابعين الكرام سلامكم العافية وتحياتي لكل المشتركين والمتابعين وسلامكم العافية يلا بسم الله الرحمن الرحيم هسه نبلش نتغدى إن شاء الله ونتوجه للصيد يلا طبعا ألف عافية بسم الله الرحيم يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يلا ايش رايك ابو عباس بشوي شوي يجنن واحد عراق 5 نجوم ابو علي في فندق هاي شوي شوي
يلا تعال تعال غدا. يلا ابو يلا تعال. يلا اخوي تعال ورا مشوار طويل. يلا جيسكو. هلا بك. غدينا وكملنا وماكو قطع. هسه راح ندور عليه. راح نفتر بالجزيرة. صارنا حوالي ساعة زمان نفتر ندور على القطة ماكو. لقتنا مجموعة صغيرة وتجهت صوب الشمال. هسه رايحين وراها. عباس ما يستاهل لايك؟ اقترب لي شوي 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 اقترب لي يمك 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 بدها 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 شنو هديك؟ شو قعدنا على حسد حباير ما صدق. ها غيرت. والله حوخلك على على شوف امشي 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 قرب لي امشي لا روح امشي 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 بعد امشي وقف يمك 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 وقف يمك وقف يمك وقف يمك لوح لوح هذا ديش مسنع والله اخوي جو حيلك بعد روحي شنو اليوم العشاء ضلعي اليوم مثل ما تشوف افترينا بما بيه الكفاية ما طحنا بالقطة هسه اكو مجموعة قدامنا طارت وبقت القاع بيها كم مجموعة راح نسوي هسه عشاء مثل ما جاي تشوف هذا الدراج كفو تفضل شوف السدر النوم بس مو هاي ما حد واصلها اي والله والله شوف رجلي كم سنة لوك تعال شوفوا ضيم ولا فرفر فره اصحاب الخبره كم سنه هذا هذا عام من 6 شهور
يلا اخوان هسه راح نسوي لنا عشاء لان لقينا القطه فهنا خيمنا وبعد شوي بالليل نشتغله. يلا اخوي ابدي من الندف. لو شوف هاي يمكن مش حمه برا صدرها اصفر بوي اصفر هز الله صدق اصفر شتفه هيك مكاننا المرتب اللي خيمنا بيه او كل ما تجي للعشاء تشتغل تلقى ابو عباس مكنك او قاعد جوا شبك ماكو ليه مكنك انت لو منزل منزل ها والله الو ها اين انت كيف تسمعني اجب ايه انت لا تجوا انا احتف اصيح وياك احتف والله ابو عباس الو مرحبا ايه من اين جاء الاعرابي يا ترى مالي اراك مهموما هل تسمعني لماذا لم تجب لقد سكر تليفونه واو اوكي يبا من هذه الارض هاي الارض للعراق للحكومه الحراميه باكر وزعونها قطع اجروا البرلمان حتى القطن راح يفلت في دوره صار مساعد الوحده ايه هسه قال عثرنا على القطه يا عز الله يوم ما قصرت انت هاي سوت اليوم الارنب خد عزل هاي الفرويل كلها خد عزل لا فرويل يا بطي اليوم طفرت البعبع سواها اي بالله سوا كارثة مع عباس اليوم بالزور ها شوف هذا الزور هذا اي هذا كل شيء بحته بالدعامة عرب طلع مال شو اسمه طلع وزور قتاله شيء يستاهل دحشي يا تريد دحشي ما ادري وعلى بس الثعالب طافر صعبه كان ما يتزوجته رحت للفاتحه تقرا على فاتحه شلون بالله هذا عند عندي صديق رحت اقرا له الفاتحه اي قاعد يمي قال ابو عباس صار فيه مشكله اي هي مرته انا اكلها ضج من عندها اي ضج من عندها حيل وما تجيني دمعة أبكي هسه حتى أخوتي يباعوا اللي صار يومين دمعة ما طاحت من عيني شو أسوي؟ إيه قلت له تخيلها ميتة إيه رجعت لك عدلة إيه أنا قلت له هيك وزنها اليوم ثالث يبكي حتى جاك زيجة هسه لازم نختار لنا منصب نخلي القدر عادي ولقينا هذا بس هو لازم يا ضلع الشطان احنا نلقاه بس اصبر بلش بلش على قولة كم واحد اصبر اصبر تقلد علي حضرتك ها تقلد علي يا ابو حلوه من حلقك يا قوة عزيزي والله بدي اقولها قولها اصبر ناصر ناصر ولك هاي هاي اي لا تخربها هاي خل نوديهم نجي خل نشوف شنو والله يلا ما يخاف خلي شيلها وحدها بس لا تخربها هو جبناها هو جهز جيب لك واحده ها زورنا عم انت بس يفعل مناصب جبناها لك هذا انا خي عزلن هذا نخليهم اوفر ها والله عشان حطيت طبعا قرب الجدر اوفر لو بنسوي جديد هسه نجيب زور كله ناعم اي ها راده وصغار ايه بس دنش نفسه على هذا يلا غير كبير الصبوه ما طلعوا يا كفو قاعد بيتي انطرها على صفحة خلي على صفحة مكانك ما تعرف شو والله طق عكس الاتجاه عكس الاتجاه شنو انت راسك كبير ما تجي ما يجين نجيب رضي رضي يلا قوس قوس يلا اسحب اسحب سهم يلا هذا صوت على طريقة هن القديمة خوش خلينا نشوف والله هسا شو عندك مع شو محضر هنا؟ محضر هذا بصل نومي وفلفل حلو فلفل حار يعني مو شقر ما يشقر الفلفل بهارات يمك مو؟ قطع العجينة بهارات يمك؟ ايوه والله
هاي كركم. كسر كركم ابو علي يقولون زب المفاصل. اه والله بس بين مفاصلك مفاصل تعبانه. انت تعلش ايش ماكل؟ اخوي سعد كله شيء ردي السمك. اي وهذا العشاء ما تفوت. اي يتخنع لك حتى اتصرف اجهز نفسي. اه والله فاهم بس يا سامي يقول هاي راح اتصرف هسه. يقول الكبو شات شنو عمر نوح؟ تعال ادري. السلام بحصلك على كيفك. الكبو مال 60 عمره 60 سنه. 60 سنه كبر علينا 60 بعدها بعدها صغير ابوي. اه اولا مصار بيبي والله امشي والله شلون؟ امشي امشي هاي مال شايب كان افضل على الدوري العباسي والله والله والغاسل والمغول والله والله يا قائدهم جنكيز خان دير بالك لا تفلت لي احسن خذ بس شنو بعد لا تكسر كله شنو اكو ضبع احنا؟ اكو ضبع مثل ذيب هنا صح؟ لا تكوي لا تكوي شنو احنا؟ مثل القطة مجموعة اجت حطت توها جاب المطعمية وهي جابها. اه هذي رباطة شو فيها شو فيها يعني مية نوتي مية بمية نوتي جزيرة هيا بعد بي بعد ايه بعد هذا علاج ترى علاج هذا ايه الطير هذا في الصوت علاج هذا هذا يختلف عن المطبق طبعا هذا صوت يصير لين ايه شوف حتى حركة التفكير تختلف. ايه بها رنة. طيب والله طق هنا شوف شلون على الصوت. بو يكون مانا يمك. ما قلت ها؟ شو تسوي؟ فجرني. فجرني فجرني فجرني. لما نفلس نذبح على التمن. يا الله. راح ينقلون علينا. يلا اخوان سلامكم العافية. خلاص نتعشى ان شاء الله نتوجه للصيد. ها قبل فتره شكرمون جانا هذا الكلب وانطينا اكل هسه خيمنا بغير مكان وقطع الديره كامله واجانا. تعال 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 اوكي هسه خلينا تكرمون هذا كلب حارس على الخيمه مالتنا واحنا راح نصيد قطع. ايه قول لي انا نفسي تجي ايش قول قاطع مسافه قول شنو هذا بالقران وفي ها والله وفي هذا الكلب يا عز الله ها ذاك خبزتنا يعني قطع مسافه تقريبا شو تقول ابو عباس 5 كيلو 6 وشلون دلاله بهاي الديره شلون دلاله؟ صار عندنا وقف والله وقف لا وقف قاعدين طلعت لنا بهاي الفكره شنو هاي افكارك النوب يا اخوي وين نروح؟ طير وماكو شو نسوي احنا؟ تريد تاكل لو شنو؟ ها؟ لا اريد نخرج لب لما نستفاد من عنده يلا لا تخربين ولش حلو نخرج جرحنا شاص هاي كلنسة كلنسة هذا منديل حلو حلو اصبر خليها شوية تعلى خليها لك هيك خلي شرب بيها
ضاعتها قوية ولا طف الفلاش. عز الله صدق قوية. ها اي والله عاشت ايدك. اذا نيوتن من التفاح اخترع قانون الجاذبية، انا من اللانقية اسوي لكم اضاءة وهاي ما تطفي منا لمن يخلص الزيت اللي بيها. حلو. يعني حوالي ساعتين ثلاثة. اي صحيح. عاشت ايدك. خليهم بعادي. رفاق الموحد. هاك بعادي. والبقية هاي تاكله. يا بطن هناك لها. ايه. ايه. يبع شلون الجمرية هاي. الجمرية معدلة. شوف ذاك الفحل ذاك. هذا. هذا من العازة. اكو اسد نايم. فمن يقعد يستبرد نخليه له هذا. شنو اخذنا علي؟ شنو اخذنا؟ شكو؟ وعباس ذي وعباس واوي. ايه بارده شنو شرجي هاي؟ شرجي بارده كلش؟ اول مره اشوف شرجيه بارده انا. ايوه يمكن وراها مطر. هاي انت شنو الانواع الجويه شو تقول؟ شرجي انواع جويه ادري شرجي وياها مطر. بالموبايل ماكو مطر. ماكو؟ اي شو هاي يا اخوي؟ مطر ماكو. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اصبحنا واصبح الملك لله. هسه جهزنا رواحنا وراح ندخل على القطه. هسه جينا حتى نتوزع على القطه. راح نكذ هذا الروف والقطه موجود بهذا الاتجاه. هو عباس راح يفتر له بسياره. اخوان صيد القطة كلش متعب، يعني صار له ساعة يحوم بهاي المنطقة ما يرضى يروح بعيد. سوينا له خطة وجيت قعدت بهاي النوشة لقيتها مرتبينها وحافرينها بالقاع وقعدت بالمقر مالتهن. وافتروا الويد من ذاك الاتجاه والقطة طارحة ولا غير مكان. ما اعرف شنو السالفة بس هاي موتي هنا. انا ما راح اتحرك منها لمن يجي. وهسه راح نغير مكاننا ومن شيء الخيمه مالتنا من هذا المكان. اهم فقره نسويها هي ننظف المكان ونحرك هاي الابطال والنفايات كلها وننظف المكان مالتنا نتوجه لمكان ثاني. قبل كل شيء تعالوا روضي خلينا نحرك ذا النقوم. اي هي ها خفيفه الحاره. صابونه هاي شو صابونه. كاغد ما تشاي خليه هذا رضي. كاغد ما تشاي خليه هذيك كذا. لاقي مشاهدين. ها. لاقي هاي القصه. يلا هو. إذا ما طقت تترك لايك. ما طقت. شوف ليش المجاوب منك. اللهم صل على محمد وعلى محمد وخصور. شوف 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 شوف. وهاي الجزيرة تعبتنا والقطة تعبنا. ايش قد تجينا مجاميع بس يا اخي ما جاي توصلنا. ما توصل الهدف مالتنا مال المرمى. هسه اكو مجاميع حاطينها
ناس يعني والهواء صار عاد كلش. ها؟ انقلب ما شوفوه. يصف كلش. خليه يوصل ويصف. ما شاء الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا رزاق يا كريم يا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تابه تابه بعيد كفو. شيل هد والله شيل هد شيل هد. جماعه جماعه بعير الحق الحق. طاب عليك ترسو ترسو بسرعه ترسو. بس شوف الاشتاق ايش قد ناسكه بعدها. شوف شوف لا 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 شوف كلهم حتى مرتب يا بصدق دفع ما بي. شوف شوف ثاني المكرات. شوف ها هذا الروسي يلا هاك صار عفو. انت شوف انت شوف هنا هنا بلش. يا الله ابو علي ابو علي ياخذ الشمال الشمال الشمال. يلا ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعال تعال تعال. اللهم صل على محمد وآل محمد. رضي تعال تعال اخرى تعال تعال. ارجع تعال منها 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 منها. اقصاصة اقصاصة. تعال تعال من أبو. ها؟ ها شيل 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 هسه هسه هسه. ما شاء الله. رضي. والله عاش ديكم ترى عندنا بعض طير هواي ينقض وطيح منه. كفو روح خوي روح روح. تعال يا ابو علي وين تعال وراي. تعال وراي تعال. كفو كفو كفو. عبالك مره عندك عبالك بجمع. زين اقول لك هسه مو كملتوا؟ خلينا نروح اجيب لكم اثنين واجي. اصبر اصبر اصبر. اثنين ولا لا طاح من 10 هنا. هو يمشي قام يطير. يلا ديش وحده. يلا يلا. نوفل. القطة ترى ذاك ابو علي. ها؟ صبر صبر. العباس وعاش تجيكم. مجموعة. بس بعد ندورها كذا. يلا. ابو علي. بس عاد لا تخلنا يلا خوي نفل. اذا شالت روحها قولت في وجهها. يلا طير اذا تبي اسحب. يلا شش عيونك. ولقيته. يلا دور. عاش ليك ابو علي وما قصرت. اليوم اليوم لا
والله كفى على شديدك. اجا اجا هون عندنا وين؟ يا ابو علي قلبه محتار. اي والله عاشتي في نوفل. نوفل شوف 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 لك هذا هذا قدامك هذا القطع. اللهم صل على محمد وآل محمد. ترس خليك خلص اخوي لم اخوي عامر لم عساك ما تعبت زاير. وين وعلي الوحش الثاني؟ اقول لك هو لو منور ايام وطايح ويانا ما قصر وياه والله العظيم. ذي ذاك تشيس لو وحده؟ لا وحده. اه وحده وحده هواي هواي. يلا يلا تعال تعال بدي لمنا منا خل اشيل عنك لو تعبت. ها يلا بنو فول عساك ما تعبت وما ضاعت مشيتنا ببلاش. اي والله والله قدامنا وحده. اي خير 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 وبركه. فحل هذا فحل وحده عدله. اي او هذا القطع لعيون اخواننا بالخليج. اي والله اكو وحده عدله هي مشت ايش هيجي. لا 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 دهني دهني نطلع ان شاء الله. صايح هو صايح وما راب دينا ربويت والله العظيم. قدامك شوف 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 بس قدامك وحده انكساري. لا يا اخوي ما شك شتوقر ها قدامنا شمال اشتاقر وروسي بكراب. انت لا طب من مخالف بعيدة هاي نقص حصاصة ترى مو وحدة هاي. ها يلا خوي تعال تعال عندك وحدة منها. هل مدار لكم على بعض نجي؟ ساعة قبل قبل سرعك اذبح اخوي اذبح. حسن لما كنا ابو علي رضي والله اول وحده هنا مصوبه هسه لازم نجيبها. هاي المجموعه اللي صدناها 65 خير وبركه وراح توجه بعد اخوان جيبوا جميع قدامنا مثل ما تشوفون. طيب اولها خليها صفاي القاع ابو علي ويقع اربدو هيك هيك اربدو هيك خلي الصف خلي الصف. يا الله يا رزاق يا كريم يا الله يا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شوفون الدنيا شلون صار ظلمه غيمت وقامت تمطر بس شيء مطر خفيف. فلتنا من الجزيره وجينا قريب على الديره. هسه راح نسوي لنا غدا. راح نسوي لنا حله مال دراجة اثنين وقطايات. خلنا نراويكم الصيد. هذا الصيد مالتنا تعبنا كل شيء هواي. الله وصلنا للقطة خير وبركة. نعم هذا صيدنا. ترتيباتنا شوف التراب سوا بيني تبهذلني.
يا الله اريد نطلع هالضيم وركاب كله يا ابو علي. الهطره هطرتها اليوم. الهطره اليوم الهطره. ناسين هنا وخربين قاع كلش. هي بهم. هسه راح يقولون ليش ما حاطين ماي واللحم مستوي؟ يقولون حطيتوا التمر شلون راح يستوي؟ التمر يستوي قبل الطير. هذا ابو علي بخبرته حلاله ماي قليل لبل بالطير واستوى وراح فتيت. وراح يستوي زيادة ويتم. ويبع على البزوني الطعم خيالي عيوني. عيوني.